قطعتك بنقطة كنت تريد أن تستكملها، ونركز حديثنا الآن حول مستقبل حزب الشعب الجمهوري. نعم، بالنسبة لأكرم إمام أوغلو، مشكلة أكرم إمام أوغلو أنه يسعى الآن لرئاسة حزب الشعب الجمهوري. لماذا؟ لأنه أكرم إمام أوغلو كأنه وصل له خبر أكيد أنه سيتم إدانته بقضية التعرض للجنة الانتخابية اللي من تقريبا القضية اللي أثيرت قبل الانتخابات، فبالتالي وكأن هناك توجه إلى أزلته وإلى منعه من العمل السياسي، فهو يريد أن يترأس حزب الشعب الجمهوري قبل هذه الخطوة، لأنه إذا كان إذا لم يكن يعني رئيس للحزب قبل أن يصدر هذا الحكم، فبالتالي سيكون مستقبله السياسي قد انتهى، وهو أصلا يطمح، وأنا لا أدري من أين أتاه هذا الوهم، هو يطمح يعني ما زال يطمح أن يكون رئيس لتركيا، ولا أدري فعلا من أين أتاه هذا الوهم، لأنه حقيقة عندما نجح في الانتخابات البلدية وترأس بلدية إسطنبول الكبرى، يعني كان هناك كلام على أنه من يحكم بلدية إسطنبول يحكم تركيا، وبالتالي هذا أعطاه زخما أنه هذا سيكون المنافس الفعلي لأردوغان وأنه سيكون الرئيس القادم، ولكنه على مستوى البلدية فشل فشلا ذريعا لا يتوقعه أحد، لم يكن أحد يتوقع، يعني كان الكل يتوسم في أنه هذا جاي من جيل الشباب وأنه هذا عنده أكتيفيتي، يعني عنده روح حماس وعنده طاقة كبيرة، ولكنه على مستوى العمل البلدي فشل فشل ذريع. نعم، بلدية إسطنبول قد تكون هي ممر للرئاسة في حال نجحت نجاحا استثنائيا كما فعل أردوغان بعد أن استلم بلدية إسطنبول التي قادته إلى يعني إلى إلى الرئاسة، ولكنه نقل إسطنبول نقلة نوعية من خلال الخدمات التي تقدمها من خلال البلدية. أما أكرم إمام أوغلو فهو فشل فشلا ذريعا في تقديم أي خدمات لإسطنبول، بل بالعكس هو يعارض بعض المشروعات التي فيها خير كبير وإنماء كبير لإسطنبول، مثل القناة التي مشروع قناة إسطنبول الثانية. وبالتالي هو يسعى يعني، فإذا صراع داخل حزب الشعب الجمهوري يتمحور حول صراع نفوذ بين الأقطاب أو بين الشخصيات البارزة، ولكن بتقدير أن كمال كليتشدار أوغلو لن يستقيل وأنه سيزداد تعنتا بهذا المنصب، هو يدرك أن مستقبله السياسي انتهى الآن، لم يعد له أي شيء إلا رئاسة حزب الشعب الجمهوري، لأنه إذا استقال من حزب الشعب الجمهوري سيذهب إلى بيته عجوزا يعني متقاعدا بشكل مبكر وفاشل في السياسة، لأنه هيدي هذا طموحه أن يهتم بأحفاده الرجل. هل هذا الكلام كان للاستهلاك الإعلامي؟ ولكن حقيقة الأمر هو يعني الدليل على أنه هو أصلا مهتم بالسلطة أكثر من أي شيء، تغيير الخطاب ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، يعني كان في تغيير خطاب بشكل فاقع، وعلى فكرة هذا أثر بشكل كثير كبير على الناخب التركي اللي كان ممكن متأمل فيه خير، لأنه نحن نعرف أنه في شرائح كبيرة أيدت كليتشدار أوغلو، مش لأنه هي مؤيدة لكليتشدار أوغلو، ولكن بدها التغيير في البلد. طب كيف القصة؟ وبالتالي هؤلاء هذه الشريحة اعتبرت أنه تغير يعني تغير هذه المواقف بهذه الحدية بهالسرعة بشكل جذري دليل على عدم الاستقرار في شخصية الرجل. حتى بموضوع الآن عدم استقالته، لأنه الكل كان متوقع يستقيل. نعم، بعد هو أنا هذا اللي عم لك عنه إيه؟ إنه هو ازداد تمسكا لأنه يدرك إنه لو استقال. على العكس طلب من أعضاء المجلس المركزي طبعاً في الحزب أن يستقيلوا واستقالوا اليوم. وطبعاً والتصريح كما قلت لك تصريح الصحفي إنه لو جاء مصطفى كمال أتاتورك يعني لن نسمح له كليتشدار أوغلو أن يترأس الحزب. لماذا؟ لأنه فعلاً كليتشدار أوغلو استطاع من خلال ابتزاز، من خلال الرشوة، من خلال، وهذا مش كلامي أنا يعني، هذا كلام هم اللي بيحكوه، يعني هو أصلا انقلب على الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري من خلال فضيحة جنسية وابتزه كما فعل مع محرم إنجي، ثم يعني ضمن أوليغارشية داخل الحزب يعني هي تملك القرار وتملك النفوذ في الحزب حتى يعني يمنع أي منافس له أو منافس محتمل أن يكون له. وبالمناسبة كان توجه المعارضة إلى عدم ترشيحه للرئاسة لأنه كان يدركون أنه هو كشخصية غير كاريزمية وأصلا أدمن الفشل في الانتخابات، ولكن هو الذي أصر على هذا الأمر. كانوا يريدون يعني ميرال أكشنار عندما احتجت وخرجت من الطاولة السداسية قبل أن تعود إليها الخلاف المعروف، كان بسبب أنه هي كانت تريد ترشيح أكرم إمام أوغلو أو منصور يافاش، فبالتالي هو الرجل حاول يلعب دور في الحزب. هل الحزب يتجه نحو الانشطار مثلا كما صحيح. نعم. حصل مع أحزاب أخرى، حزب صحيح. الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة اليوم. نعم حزب الشعب الجمهوري الآن أنا أقول بأنه هو بهذه الكيفية التي هو عليها الآن هو حزب يحتضر، لأنه ظواهر الانشقاقات في داخله ظهر بشكل كبير وجذري، وهناك استقالات من شخصيات كبرى ووزنة في الحزب، هناك أيضا احتجاجات من قبل الناس الذين يعتبرون. بس كيف يعني يحتضر حزب الشعب الجمهوري؟ نعم، هناك يعني هناك تهديدات بأن تحصل فيه شروخ تؤدي إلى انقسامه بشكل عمودي وأفقي بحيث لا تبقى ماهية الحزب. يعني أعطيك مثال، هناك الحرس القديم في ما يعرف الحرس القديم في الحزب الذين يعتبرون أنفسهم حماة الفكر الأتاتوركي والعلمانية،
هم كانوا يعني بعد هذه الانتخابات وخاصة بعد الانتخابات المجلس كانوا يعني يشتصون غضبا لأنه كيف أنه أنت بتحط إيدك في جار أوغلو مع أحزاب معارضة ولكنها محافظة وإسلامية وأوصلتها على حساب الحزب الشعبي الجمهوري إلى البرلمان. يعني هناك أحزاب المعارضة استفازت من على حساب حزب الشعب الجمهوري، وتخيل أن حزب الشعب الجمهوري المعروف بأنه يعني هو الذي يحمل الأيديولوجيا العلمانية المتطرفة في تركيا ويعتبر نفسه هو حامي إرث أتاتورك في هذه العلمانية المتطرفة، يوصل أحزاب محافظة على حساب خسارة نواب له، وبالتالي هناك من الحرس القديم فشلوا في انتخابات مجلس. لكن كأنه بخطابه أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى يحاول أن يقدم نفسه كبديل، أن يسوق نفسه من خلال طرح حتى فكرة التغيير. نعم، هو يريد أن يصل كما قلت لك، هو يريد أن يصل إلى رئاسة الحزب. لماذا؟ كما قلت لك هو كأنه وصل إلى لما سمعه أن القرار المتعلق بموضوع قضيته التي أثيرت قبل إهانة لجنة الانتخابات أنه صدر، سيكون هناك يعني قرار بحقه، ربما يصل إلى السجن، ولكن في ربما يعني المؤكد حتى الآن ربما منعه من مزاولة السياسة، وبالتالي إذا لم يكن رئيسا للحزب يعني سيعزل من رئاسة البلدية. طبعا سيعزل، وبلش الكلام الآن عن أنه سيكون هناك وصي على البلدية بدل أكرم إمام أوغلو، ولكن إذا منع من الحياة السياسية وهو ليس رئيسا للحزب حيروح على بيته يعود. ألا يخشى هنا من ردة فعل المعارضة وحزب الشعب الجمهوري؟ لا لا، الآن هذه خطوات قانونية، يعني هذه ما عم نحكي بقى الان، لانه اهان اللجنه العليا للانتخابات. طبعا هو اهان اللجنه العليا للانتخابات بطريقه كتير كانت مقززه، ومش بس هيك يعني، هو حتى بممارسته الانتخابيه كلنا بنعرف، مثلا اللقاء اللي مره كان موجود كان في نائب عن الاك بارتي موجود بالهذا امر باغلاق الميكروفون تبعته يعني وهاجمه، فهو حتى بتعامله مع الناس القريبين منه او الناس اللي هن يفترض من فريق عمله يعني هو سيء بالتعامل يعني، او اظهر بعض الاشياء اللي هي فيها حد وسلعه غضب يعني. بس ما في مبالغه عندما نتحدث عن انهيار المعارضة التركية؟ أبدا، هذا الأمر نحن يعني مش عم نتنبأ الآن، التنبؤ لو كان تحليل سنقول ربما تحليلك إلى حد ما بلشت، يعني ما معنى أن يقول الآن مثلا نائب رئيس الحزب الجيد أن يقول بأنه هذا كان تحالف انتخابي وانتهى ب 28 شهر، يعني هذا أحد التصدعات الأساسية والآن أعلن، فإذا هو عم يخبر أنه هذا كان تحالف انتخابي وما يجري على الحزب الجيد يجري على بقية الأحزاب، وفعلا أنا أعيد وأقول ما الذي قدمه، وهنا على فكرة كان نقطة ضعف المعارضة أنها لم تقدم برنامج سياسي متفق عليه، يعني رؤية سياسية كاملة بحال وصلنا للسلطة كنت متفق عليها بين الجميع، وإنما كانت تجمعهم فكرة واحدة إسقاط أردوغان، فبالتالي عند عدم وجود مشروع سياسي جامع وبالتالي قضية أو الهدف الوحيد اللي كان هو إسقاط أردوغان فشلتم به، ما عاد في المبرر أصلا التحالف. لكن يقال دائما دكتور بأن وجود معارضة وطنية قوية في أي دولة هذا عامل قوة للدولة، للمؤسسات، للرقابة، للمحاسبة، للشفافية. صحيح، الآن هذا نقاش على مستوى الفلسفي السياسي، نعم يعني في الأنظمة الديمقراطية. هل هذا ينطبق على المعارضة التركية؟ نعم، دعنا نكون واضحين الآن، نحن نقول نعم أنه نجح الحزب العدالة والتنمية، ولكن لا نستطيع أن ننفي أن هناك تراجع لحزب العدالة والتنمية في تركيا. نعم، هو لا شك حتى الآن أظهر حتى الآن أنه متماسك، وحقيقة تحسب لحزب العدالة والتنمية بعد 20 سنة من الحكم، بعد كل هالمشاكل الموجودة، بعد أزمة اقتصادية، بعد دخلنا بموضوع الكورونا رجعنا بعد الزلزال كل هال وحرب أوكرانيا وما أثرت على كل الاقتصاد العالمي، أنه يقدم كتلة متماسكة مؤدلجة صلبة نزلت بكليتها انتخبت، هذا أمر يحسب لهم، وفعلا الجماعة بهذا الموضوع كانوا متميزين، ولكن في تأخر إلى حد ما يعني، في بلشت ناس مثلا وقت اللي بيجي أردوغان ما بياخذ مثلا أكثر يعني تعطي إسطنبول اللي كمالك الجار أوغلو، هذا تأخر للأكبرتي، ويجب أنا برأيي ورئيس أردوغان أظن صرح أنه يجب أن نعيد النظر في بعض الأخطاء أو بعض الثغرات وتحسينها. لكن هل سؤالي، هل أداء المعارضة في تركيا